موجز التربوية، أهلا بكم. طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة التعميم على المدارس العامة والخاصة التابعة لها، التقيد التام بتسجيل التلاميذ كافة في المدارس الأقرب إلى أماكن سكنهم، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للمدارس عند إجراء التسوية في مطلع العام الدراسي 2020-2021، والحفاظ على الأعداد المخصصة في كل شعبة صفية وفقا للخريطة المدرسية، وذلك في إطار إجراءات السلامة وتحقيق التباعد المكاني بين التلاميذ والالتزام بالنظافة والتعقيم بشكل دوري. التحق تلاميذ شهادة التعليم الأساسي في محافظة السويداء بدورات التقوية والمراجعة المجانية التي أقامتها وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو. سماهر دنون وهذا التغطية. من 1022 تلميذ وتلميذة في شهادة التعليم الأساسي موزعين على 10 مراكز تغطي المجمعات التربوية كلها في السويداء يلتحقون بالدورات التعليمية المجانية المقامة من قبل وزارة التربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو في الدول العربية في بيروت. هذا المشروع هو استلحاق الطالب بشهادة التعليم الأساسي بدورة مجانية، هذه الدورة المجانية لكافة الطلاب الصف التاسع ضمن المناطق التي لم يتم فيها إعطاء دروس بشكل كامل. من يرغب للالتحاق بهذه الدورة، ونحن بلغنا كافة الطلاب الالتحاق بهذه الدورات في 10 مراكز في محافظة السويداء، تم الالتحاق بنسبة كبيرة جدا من الطلاب وعدد لا بأس به. في هذا المركز 120 طالب تقريبا بهذا المركز. هذه الدورات التي أقيمت هي مراكز استلحاق لتعويض الفائق التعليمي، قسم منه لتعويض الفائق التعليمي ولتعويض مفاتيح للطلاب من بداية العام الدراسي الذين هم بحاجة لبعض المواد. أقيمت هذه الدورات ضمن 5 مواد بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونسكو العالمية ووزارة الصحة ووزارة الإدارة المحلية مع الدوائر الفرعية على مستوى المحافظات. تنفذ هذه الدورات وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وتحضيرا للامتحانات العامة. طبعا حاليا نحن مثل ما شفتي جولة بمدرسة الشهيد دوري الدرغة حول دورات الاستلحاق للطلاب اللي فاتن بعض الأجزاء من المناهج، وهي دورة مجانية على مستوى المحافظة، هناك 10 مراكز. عم نستفيد أغلبية المواد، يعني عم بيعملوا لنا مراجعة، كل شيء فيتنا عم بيعملوا لنا إياه مراجعة من أول المواد، عم نعيد كل شيء، كثير في استفادة. وأنا حابب أشكر إدارة المدرسة والكادر التعليمي اللي عم بيساعدنا إنه نتقدم ونكون منيح. دورة بشكل عام جدا ممتازة وضرورية بصراحة، ويا ريت تكون كمان تكون فصلية، يعني فصل أول فصل ثاني مشان ما يكون في كم. تنتهي دورات تلاميذ شهادة التعليم الأساسي في 17 من حزيران 2020 على أن يبدأ امتحانهم الرسمي في 21 من الشهر ذاته. للتربوية السورية سماهر دنون، السويداء. ختام الموجز، تفاصيل أوفى تتابعونها في نشرة 5:30. إلى اللقاء.